أنت رائع، أنت جميل، أنت مؤمن قوي، والله يحب الأقوياء أمثالك. أنت حفيد عمر، أنت ملك الصوم والطاعات، رسائل وشفرات تصل إلى دماغ طفلك، فهل تعلم ما تأثيرها؟ أثبتت الدراسات العلمية أن الكلمة الطيبة تؤثر في عمل المخ، مما يساعد الغدد الصم على إفراز أكثر، وتساعد أيضا في تخفيف الشعور بالألم، وأيضا تمد الجسم بالطاقات المتجددة. فقد صدق رسول الله عندما قال: الكلمة الطيبة صدقة. أختي الكريمة، أخي الكريم، انتقي كلماتك بحذر مع طفلك، فهي هدف له في طريقه إلى مستقبله. فقد هدانا الله في كتابه الكريم عندما ذكر لنا أثر الكلمة الطيبة في سورة إبراهيم عندما قال: الكلمة الطيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالكلمة الطيبة تفعل في أجسادنا ما لا تفعله الأدوية القوية، فهي حياة خالدة لا تفنى بموت قائلها. فازرع في قلوب من تحب كلمة طيبة، فإن لم تتمتع بثمارها فإنك ستظل بظلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.